بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده التيست الأول على الوحدة الأولى في منهج الصف الخامس الابتدائي، كتاب المعاصر 2024. طبعا السؤال الأول استماع، بيقول لي استمع واكتب true or false، صح أو غلط. فمثلا أكتب T أو أكتب F اللي هو صح أو غلط على حسب نص الاستماع. فمثلا بيقول لي that is the recipe of to make rice، بيقول لي دي وصفة عمل الرز. هو بيتكلم عن وصفة معينة، فلو كانت الوصفة دي فعلا عن الرز يبقى أنا هقول له true، لو كانت عن البسبوسة بقى يبقى دي إيه؟ يبقى دي على حاجة غيرها. طيب we put honey، بنحط العسل والمية والليمون والعصير في حاجة واحدة. أيوة طبعا بنعمل كده في البسبوسة، صح؟ هنا بقى يبقى الأولى هتبقى غلط، لأن كده العسل ده ما بيتحطش على الرز، ولا مثلا العصير بيتحط على الرز، عشان كده بيبقى غلط. اغلي الميكسشر فور وان اور، هنغلي الخليط اللي هنرشه على البسبوسة من فوق لمدة ساعة. طبعا لا، لمدة 10 دقايق. يبقى الأولى هتبقى غلط والأخيرة هتبقى غلط. طيب هنا بقى listen and complete. السؤال التاني برضو سؤال استماع، اسمع وكمل. المفروض هو هيقرأ علي حاجة وأنا من بعدها هسمع وإيه وأكمل. سارة ورانيا will go to the، هيروحوا مكان معين، مثلا الماركت، الزو، سكول. يعني هو هيقول كلام وانا هكتب. طيب رانيا اند سارة ويل جو تو ذا ماركت نيكست، هيروح السوق الاسبوع اللي جاي ولا الشهر اللي جاي ولا مثلا السنه اللي جايه، هتبقى نيكست ويك الاسبوع اللي جاي مثلا. رانيا وانتس تو باي سم نقط اند توميتوز، هتشتري شويه ايه وطماطم، ممكن شويه بطاطس، شويه مثلا حاجه زي كده. فالسؤال الاول والثاني بيبقوا استماع، نص الاستماع وبنسمع منه. نصوص الاستماع موجوده كلها فين؟ اهو في نهايه الكتاب لو احنا عايزين نشوفها يعني. طيب هو عموما سهل فما بنركزش عليه، هنركز بقى على ده. بيقول لي اختار اول جمله. نقط از ا فيري بيج بيرسون، بيج شخص بيج بقى كبير. يا ترى مين الشخص البيج الكبير ده بقى؟ جاينت ولا سمول؟ ايوه، ولا بور ولا ريتش؟ شاطره، جاينت اللي هو العملاق. تمام. رقم اتنين وي كان كيب انيمالز، احنا ممكن نحفظ او نشيل الحيوانات والبيردس الطيور. فين يا ترى؟ الاولى خدناها جاينت عملاق، الثانيه بقى هنحفظ الحيوانات والطيور فين؟ في بول سلطانيه ولا سكول مدرسة ولا كيج قفص ولا كابورد دولاب؟ طبعا بيتكلم على ممتاز كيج اللي هو القفص. طيب سلمى doesn't have، ما عندهاش نقط بنز أقلام. دي طبعا على الله، طالما في نفي يبقى لازم إني على طول. شاطرة يا هاجر. طيب هاو أباوت ليها قاعدة، بيجي بعدها حاجة معينة. How about buy ولا to buy ولا buying ولا buys؟ طبعا how about يعني ماذا عن او ما رأيك فيه، وبيجي بعدها الجيراند اللي هو الفيرب اي ان جي، فعشان كده هناخد ايه؟ buying. نيجي بعد كده للتوصيل. are there، are في اول الكلام معناها هل، وبما انها هل يبقى لازم تتوصل بسؤال، والسؤال دايما بتبقى اخره علامة استفهام، يبقى طبيعي ان هوصل الاولى بدي. ايوه شاطرة. Are there any oranges؟ هل يوجد اي برتقال؟ طيب can you help me bake؟ bake يعني اخبز. طيب يبقى انا عايز حاجة تتخبز هناك، هخبز اكل ولا هخبز كوكيز بسكويت ولا هخبز برتقال ولا هخبز فواكه؟ يبقى كده وضحت من غير كلام، مع الكوكيز. ايوه تمام، مع الكوكيز. طيب تلاتة الشوكولاتة، الشوكولاتة is unhealthy، حاجة غير صحية. so عشان كده يبقى انا ما باكلهاش او ما بحبهاش، يبقى هطلع للأولى فوق I don't
I don't eat a lot. ما باكلش منها كتير. I'll put the fruit. أحط الفاكهة فين بقى؟ في البيت ولا في السلطانية بتاعتها ولا في البرتكان؟ طبعا هتبقى بالأخيرة in the fruit pool، في سلطانية الفاكهة. طيب هننزل للسؤال اللي بعده. يبقى احنا بعد ما قرينا القطعة وترجمناها فهمنا ان كلمة ذم دي اللي هي تحتها خط، هو السؤال بيقول لي عايدة على مين؟ فالولد بيقول انا هوكلهم اللي هم الفراخ، يبقى عايدة على تشيكن. الفواكه والخضروات هو وصفها ان هي هيلسي في السطر الثالث، يبقى اخترنا ايه؟ هيلسي. طيب نيجي بقى للسؤال الثالث والرابع. What food does grandpa grow؟ ايه الطعام اللي بيزرعه جده؟ ارجع كده والاقي الولد بيقول لي ايه في السطر الرابع؟ جده بقى يا جماعه عنده مزرعه وبيزرع رايس وتوميتوز وليمنز، يبقى هي دي الحاجات اللي انا ايه هاخدها السطر الرابع ده. كله ده الاجابه، ده كله هكتبه فين؟ في السؤال الثالث. السؤال الرابع بقى من ارخم الاسئله، بيقول لي سامرايز، طبعا لخص الاول باراجراف يعني اول ثلاث سطور في القطعه في جمله واحده، اللي هم دول عاوزنا نلخصهم. الفلاحين بيزرعوا انواع كتيره من الخضروات والفواكه، وانا بحب الجزر والبطاطس وال خلاص. يبقى انا هقول له ايه؟ فارمرز الفلاحين جرو فروت اند فيجيتابلز، بس فارمرز جرو فروت اند فيجيتابلز، الفلاحين بيزرعوا خضروات وفواكه. تمام؟ ماشي. يعني انا هقول يونس وود لايك، صح ممتاز، ميت فور لانش، ميت فور لانش، ممتاز حلو خالص. يبقى يونس رقم واحد، وود هتبقى رقم اتنين، تيجي قبل لايك على طول، يبقى اذا لايك هتبقى رقم تلاتة، يونس يودو لحمة هتبقى رقم اربعة، فور لانش من اجل الغدا، فور هتبقى خمسة ولانش هتبقى ستة، يبقى عايز لحمة على الغدا. هنا بقى زير هتبقى رقم واحد، يجي بعدها يا اما ار يا اما از حسب المفرد والجمع. طبعا زير زير ارنت ارنت اللي هي المنفية دي، وطالما نفي يبقى يجي بعدها مين على طول؟ اني. ايوه زير ارنت اني، لا يوجد اي طماطم في التلاجة، يبقى اذا طماطم هتبقى اربعة وخمسة هتبقى ان يعني في، ايوة، والتلاجة هتبقى ستة، لا يوجد اي طماطم في التلاجة. طيب هنا بقى وط هتبقى رقم واحد، ده سؤال، وطالما عندي وود ولايك يبقى وود على طول قبل لايك، يبقى وود، ويو هتيجي في النص المرة دي، يو عشان ده سؤال. ايوة شاطرة. What would you like؟ حابب ايه؟ انت حابب تاكل ايه؟ حابب تتناول ايه؟ why في السؤال هتبقى رقم واحد، طبعا يجي بعدها الفعل المساعد. why is لماذا يكون، why is it لماذا يكون من الامبورتنت من المهم ان تأكل فواكه، يبقى to eat هتبقى خمسة وفواكه هتبقى ستة. why is it important لماذا يكون من المهم ان تأكل الفواكه، طبعا الاجابة لانها صحية. علامات التركيم، طبعا الحرف الاول بيبقى كابيتال، احط تي كده كابيتال، فين التي؟ بعدين اجي في الاخر طارق ار بيقول لي زير ار، سوري زير ار سام ايفنز طارق، يبقى دي نقطه فعلا علشان دي جمله. تمام ممتاز حلو خالص. الباراجراف بقى بيتكلم عن الهيلثي فود والانهيلثي، الطعام الصحي والطعام الغير صحي. هصنفهم، امسك مثلا بدايه الوحده، الشوكليت از ان هيلثي فود، الشوكولاته مش طعام صحي، بات اي لايك ات ولكن احبها، التشيكن الفراخ از هيلثي فود تكون طعام صحي، يعني هعمل جمل بنفس